السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في قناة تداول العربي. أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي نتكلم عن الأسهم النقية وفق قائمة الدكتور الشيخ أشبيلي لسنة 2021. طبعا الأسهم النقية وفقا لقائمة الدكتور أشبيلي، بعض من هذه الأسهم النقية على فكرة يحتاج إلى تطهير لكل سهم. التطهير يعني يجب فقط أو يعني يستحق إذا يعني حصلت توزيع من أرباح السهم، يعني إذا كنت أنت تملك السهم ووزعت الشركة أرباح عن كل سهم يستحق السهم تطهير. بالنسبة لموضوع التطهير، يعني البعض يعتقد أن التطهير نتيجة أرباح المضاربة أو البيع والشراء، لا، التطهير هو يعني واجب فقط إذا كان لديك السهم أثناء توزيع الأرباح السنوية. الآن ما هي الأسهم النقية بالنسبة للدكتور أشبيلي؟ الأسهم النقية بالنسبة للدكتور أشبيلي هي أولا الخضري، سهم الخضري، وحنا نبدأ مع الأرقام. الخضري، سهم الخضري ورقمه 1330، سهم مجموعة السريع ورقمه 1213، معجل وموقوف، سهم موقوف حاليا. الغاز والتصنيع رقمه 2080، معدنية رقمه 2220، صناعة الورق رقمه 2300، المتقدم رقمه 2330، اسمنت السعودية رقمه 3030، يعني اسمنت القصيم 3040، اسمنت الجوف 3091، اسواق العثيم 4001، المواساة 4002، أنعام القابضة 4061، مكة للإنشاء 4100، مبرد 4110، الباحة موقوف حاليا 4130، الصادرات 4140، التعمير 4150، سهم شمس ورقمه 4170، سهم جرير ورقمه 4190، سهم الدريس 4200، إعمار 4220، جبل عمر 4250، بادجيت السعودية 4260، دار الأركان 4300، مدينة المعرفة 4310، سهم هيرفيل الأغذية 6200، سهم نادك 6010، سهم اتحاد اتصالات 7020، سهم عذيب للاتصالات 7040، المتكامل الموقوف سدابكو، سهم سدابكو 2270، سهم ثمار 4160، سهم النقل الجماعي 4040. سنعود له بالنسبة للتطهير النقل الجماعي. أستر الصناعية 1212، أجوف الزراعية 6070، العبد اللطيف 2340، شاكر 1214، القصيم الزراعية 6040، الجبس 2090، الفنادق 4010، الأنابيب السعودية 1320، الغذائية 2100، اسمنت الجنوبية 3050، اسمنت تبوك 3090، الخزف 2040، الشرقية الزراعية 66، طيب للاستثمار 4050، الاسمنت العربية 3010، فيبكو 2180، اسمنت الشرقية ورقمه 3080، الإحسان التنمية ورقمه 2140، الدوائية 2070، خدمة السيارات 4050، المتطورة 2120، الجزيرة ورقمه 1020، الراجحي ورقمه 1120، البلاد 1140، الإنماء 1150، سوليديرتي تكافل 8290، الراجحي للتأمين 8230، وقائل التكافل 8220، الأهلي للتكافل 8130، ساب تكافل 8080، الأسلاك، سهم الأسلاك. الآن هذه القائمة بالشركات التي ليس لديها تعاملات محرمة من أي نوع. طبعا بالنسبة للتطهير كما ذكرنا، موضوع التطهير متعلق بملكيتك للسهم وتوزيع الأرباح عليك. يعني إذا في سهم أنت تملكه وتم توزيع أرباح عن هذا السهم من الشركة عليك، هنا يستحق التطهير. يعني أما موضوع الربح بالمضاربة والبيع وشراء الأسهم لا يستحق التطهير. الآن التطهير يلزم مثلا سهم النقل الجماعي رقم 4040، بواقع يعني قيمة التطهير بتحط فاصلة 001 0001، يعني نقطة وعلى يمينها 0003 وبعدين 1. سهم أستر الصناعية التطهير نقطة
صفر 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 اثنين. الجوف الزراعية قيمة التطهير نقطة صفر 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 أربعة. العبد اللطيف قيمة التطهير نقطة صفر 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 سبعة. شاكر قيمة التطهير نقطة صفر 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 سبعة. القصيم الزراعية قيمة التطهير نقطة صفر صفر هدعش. تبوك الزراعية نقطة صفر صفر هدعش. الجبس صفر صفر ستعش. الفنادق صفر صفر سبعتعش. الأنابيب السعودية صفر صفر سبعتعش. الغذائية صفر صفر تسعتعش. اسمنت الجنوبية صفر صفر عشرين. اسمنت تبوك صفر صفر ستة وعشرين. الخزف نقطة صفر صفر 28. الشرقية الزراعية نقطة 0035. طيب الاستثمار نقطة 0051. الاسمنت العربية قيمة التطهير نقطة 0062. فيبكو قيمة التطهير نقطة 0063. اسمنت الشرقية نقطة 0089. الإحساء للتنمية الآن تزداد قيمة التطهير طبعا. الإحساء للتنمية قيمة التطهير نقطة 0115. الدوائية نقطة 0129. خدمات السيارات نقطة 138. المتطورة نقطة 167. هذه أسهم تحتاج إلى تطهير أيضا. الآن بالنسبة لهناك شركات نشاطها مباح ولديها أو لدى بعض شركاتها التابعة معاملات محرمة ولا تعد من نشاطها. هذا بالنسبة لتصنيف الشيخ شبيلي. شركات نشاطها مباح هذه المجموعة ولديها أو لدى بعض شركاتها التابعة معاملات محرمة ولا تعد نشاطها، مثل زين السعودية ورقمها 2350، الأسماك رقمها 6050، زين السعودية 7030، ينساب كهرباء السعودية، الباطين، مسك الحكير، النقل البحري، الكيميائية السعودية ورقمها 2230، اللوجين، الفخارية، كيمانول، أنابيب، اسمنت ينبع التيحي، سيسكو، بي سي آي، المراعي العقارية، جزال للتنمية، التصنيع، عسير، الزامن للصناعة، الصحراء، البتروكيماويات، تهامة للإعلان، أميان تيت، الكابلات، المجموعة السعودية، نمال الكيماويات، البحر الأحمر، مجموعة صافولا، حلوان إخوان، سابكو، المصافي، زجاج، الخليج التدريب، سابق، صدق، اسمنت اليمامة، الاتصالات، بترورابا، بعادن، تسكيم العالمية. هذا كان بالنسبة للوائح الشيخ الشبيلي. طبعا بالنسبة لقيم التطهير سنخصص فيديو عن قيمة التطهير لكل سهم في قناتنا. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.